نحن حلبية، طبيعي إنه أي مكان بالعالم منزوره لازم نشبهه لمكان بحلب. ياي لك كأنه بالسبيل. لك ياي كأنه الحديقة العامة نفسها. نحن حلبية، أكيد لما تطلع الشمس لازم نطلع لبرا نكش ونشوي. شو رأيك أبو عبدو؟ شو يا معلم؟ يا سلام على السياق المغنغة. يا ياب على النار المقلب. تمام؟ شي ما بشبعوش. أبدا. نحن حلبية، أكيد لازم نتحش لهجتنا بأي لغة بنحكيها. لك هلو، لك إيش بين دا إيش بين دا أبو محمد؟ إيش كمي فوندرشتات؟ فوندرشتات ها داتي. إيه في جيس بير مدير؟ عراسي ما حدا عبرد. الو ايه لا يوف اوروبا هون نحن وزال تركيا جوزال اسلام وار هوا وار جوك وزال اردوغان وار. الو لك فينك يا باشا؟ عبستناك هون عند العوجة ما تتعوقشي. مشتاق لك ميكن قوي جدا. ايه والله نحن حلبية، اكيد كل ما حدا يشوفنا رح يقلنا بانجان مجقجق باللبن. عن جد نحن حلبية، أكيد أول يوم عيد عنا لازم يكون موجود هالطبخة. تفضل أبو عبدو، شي ما بيشبه شي أبو عبدو، تفضل. نغم يا أبو عبدو نغم. 5 4 3 2. ويوم العيد الثاني لازم يكون فيه بارق ودراويش ولبنية ومناسف، شي ما بيشبه شي أخيو. نحن حلبية، أكيد أهم شي عنا بالبنت لما رح نخطبها مدخل بنايته. إيه ها؟ هي الخلب اللي بدها تتجوز. نحن حلبية، أكيد بكل عرس أو خطبة لازم نرقص مع المحارم.